القديس مار الياس الذي شفع للناس لم يشفع له الإرهابيون الذين لا دين لهم، بل حطموا الدير بما فيه، معبرين عن ثقافة أنتجت إرهابا وتخريبا عم البلاد وغم العباد. مراسل الأخبار كريم الشيباني زار الدير وأعد لنا التقرير التالي. على الجهة الشرقية من قرية ربلة وقريبا من الحدود السورية اللبنانية يقع دير مار الياس كما يطلق عليه باللغة الرومانية أو النبي إيليا باللغة العبرية. أجراس الدير قرعت لسنوات طوال، نشرت سلاما في نفوس كل من سمعها، أعلمتهم بموعد الصلاة. لكن المشهد تغير كما الموعد، فكان الدير ضحية إرهاب دعاة فكر ظلامي دنسوا مقدساته، كتموا أصوات سلامه. إرهاب النصرة لا يميز بين دين من الأديان، فهنا كنيسة القديس مار الياس في منطقة جوسي على الحدود السورية اللبنانية، والتي استخدمتها المجموعات الإرهابية التكفيرية موقعا لها وقامت بتخريب هذه الكنيسة. لشدة حقدهم وظلاميتهم خربوا كل شيء، فلا جدران سلمت من إرهابهم ولا اللوائح والكتيبات والصور. ولوقوف السيدة العذراء شامخة تضيء النور وتهدي القلوب، لكن الإرهاب الوافد من الخارج لا دين له ولا مقدسات. اختلف المشهد، انتشرت بصمات الإرهاب، نفذ المقام من زائريه. مؤمنون مصلون قلوبهم تخفق خوفا على المقام، أتوا مطمئنين وداعين للقديس مار الياس الذي طالما شفع لهم. إرهابيون دخلوا إلى الدير، عبثوا بمحتوياته ولم يخرجوا منه إلا بعد أن دمروا كل ما فيه، حتى المذبح وجرن المعمودية وتمثال القديس مار الياس. هذا هو يدل غير على الجهل عند اللي عم يهدم بيت الله، مو بيت للمسيحية ولا بيت الإسلام، هذا بيوت لك بيت عبادي ما بيحق لأي إنسان المساس فيه. يعني أنت عم تمس جوهر الإنسان، عم تمس كل شيء بيمثله الإنسان من معاني. بالأخير الإنسان هو كتلة عم تسمى فيها الجسد، جسد عم يسمى بواسطتها الروح اللي ساكن فيه. بالاخير اذا هالروح اللي موجود فيه اللي هو بالاخير روح الله، اذا ما بده روح الله تتجسد وتكون هي افعال، افعال تظهر روح الله اللي هي افعال محبه، افعال رحمه. الهدف بالاخير بهالازمه هدف سوريا، سوريا ككل، ما هدف مثلا طائفة معينة أو هدف إنسان مسيحي أو إنسان مسلم، هدف بالأخير سوريا. مو مشكلة يحرقوه، بس ليك المهم ما يحرقوا نفوسنا. نفوسنا إذا دمرت وقتها رح يقدروا ينهوا سوريا، بس نحن رح نكون أقوى منهم، رح نكون أقوى منهم بتكاتفنا مع بعض. مو مهم الحجر، لا مهم البناء، لا مهم الأموال، المهم نحن نبقى صامدين سوا.
لنبني سوريا. سوريا المستقبل رح يكون أفضل من هيك بكتير، ونحن واثقين بعزيمتنا بقوتنا بتعاضدنا مع بعض. ما بتصور قد كان عيده حلو. من وين تجي العالة؟ تجي على الخيل من الجرد بالعيد، يصير العيد حلو. هلا ما هني لا يمتوا لأي دين من الأديان بصلة، لأنه بيعمل هالأعمال هذه فهو كافر بعيد عن الدين، لا ينتمي إلى أي طائفة دينية، وهذا عمل يعني يندى له الجبين، عمل اللي هني كانوا بالعصور الحجرية ما تصرفوا التصرف هذا. ويحتوي الدير على عدد كبير من الأدوات، الكراسي النقالة والعكازات التي كان يستخدمها الذين تم شفاؤهم بشفاعة مار الياس، رغبة منهم بإبقائها شاهدا على ذلك. ويتمتع الدير بقدسية هامة لا تقل شأنا عن أهميته الأثرية، ويعود تاريخه إلى ما قبل العصور الوسطى، حيث كان مقاما صغيرا لم يكن معروفا إلا من قبل مجموعة قليلة، فبني من الحجارة، فيه المذبح وجرن المعمودية القديم والأيقونة العجائبية للقديس مار الياس الذي نسب إليه اسم الدير. كريم الشيباني لأخبار التلفزيون جوسيه.